وي يا اخي، ما تنجمش تشوف ولادك شبيهم ياكلوا في بعضهم؟ شنو هو؟ مش ولادك وحدك؟ الو، صباح الخير بابا. عمار نحب ناخذ كمان جاهزين نتعلم عليها. اما خير ولا محطوطه في المكتبه للغبره؟ ولا تعلم طار ولا تدربوك خير لك الكمانجة عاقبتها مشومة. يا اخي تعملي في التليفون، ما تقومش انت لاولادك تشوفهم شبيهم؟ ماك تقول تربي فيهم وحدك، يدبر راسك معاهم. سامحني، في بالي مازال عندك شعور بالمسؤولية. انت رجعك المصيبة لبقعتها، لا تشوف كل عاقل ويكبر النهار. تعرف ما تحبش شكون يمس حاجة السلامة. هاك انت قداش من مره تلبس لي حوايجي؟ سيس بالخطفه، تو تنحيني ما كانش نفرجك. فرجني ترى. يا باش نحيها بلحمتها. كملوا دموا بعضكم، خليني كركركم لكل السبيطار. كان ما عادش تحكم فيه انت تو شكي بيه المامي. مامي تحكم فيكم انتوما، انا ما عاد يحكم فيا حد. هيت الهوني المريول، انتم فرشكم فيش نعمل له. ماما هيت المريول هذاك جيتوني مامي في راس العام. ما تفكرت بالتريك كي شاتولك مامي نتاعك؟ قد ما نكلو تنشري لكم في الهدوم وانتم ديما تتقاتلوا. شوف هكا الحطايط اللي تشري لنا فيهم، اللي يظهر في دارنا من برا يقول لك هذوما كلاس، احنا نتعاركوا على جرد مريول. امشي لبوك ولد الدار الكبيره يشري لك، ونقص حسك بلقل التربيه. كهو حيدر هو قليل التربيه، وسوسن هي الشوشو. يا ربي يا ربي، الحبس خير من عيشه في الدار هذي. راهو هيو فات الهدره، وحضروا رواحكم كل يوم ناخذ طبخه في جرتكم. ماما نزلت من نرفزة. اش تحب انت زين؟ ياسر ستريسي انتوما على خاطر ما تعملوش سبور. كاين انا بابا ديما نجريو مع بعضنا. قاعد انت وباباتك لهين بدنيتكم، شنو اللي تحب؟ مش على حاجة ماما، نحبك زي باش يقعد وشك ديما زايد. نزلتي من المسلسل نتاعك ونحى عليا هالمريول مشمر، باش تاخذي هوايه على شنيرك في هالبرد. ميسيرش ماما، ماني باش نلبس منديلتي. نسيتيش باش نقولك. فوالا، شنو اليوم في الايام؟ شملاش بك على الايام اللي تقرب في ساعه افطر، ما عادش بكره عليا. ناقصه هم انا. اللطف عليك من الهم يا ماما، مانيش قايلك وقررت باش ما نقعدش نفطر. فلاقي الجاتو قدام الكوليج. هي جابوني وقررت افطر، تكلي في الوسخ من قدام الكوليج ومن بعد كل اي كرشي. ماما ريز روحك، لا تخاز نتاعك تتحير لك. راه ليه مش قلت عندك حاجه باش تقولها لي؟ نسيت اتكلم. بطلت ساعة حاجة باش تفرحكم ياسر وتنحى عليكم الجينيا. مامي ما عادش تقول السر في المنتنا، وتاتا ثريا ما عادش تقوم تسيح في الليل. بابا يرجع يقول لك يا عزيزتي كيما كان قبل. اسكت لقيا. وانتي ما عادش تقولي لقيا، نرجع نعيش في سعادة. تفضل. وين وصلت في جنينة تيلاني؟ وين وصلت؟ قولتك ما صرتش خلاص. لا ثم نو، لا ثم بيوس، لا ثم نفع، لا ثم راتو، واش تنعمل لا بلاش راتو؟ واش باش تعمل بيه انت الراتو وقت اللي عندك مسحة؟ يا واه يا سي المنذر، راهي الأرض مسبطة،
عايم عليها العروق، ما تقولش عليها حسرت بوتو. نقول لك بولي ديكس ما يقلبهاش. حبيبي صباح الخير عم ابو جمعه. نهارك زين هتعت. دعت دعت مش تعت يا عم ابو جمعه. الله يسامحك يا بابا عزيزي في هالاسم. ما تعرفش لهفي على دعت وهالحفل اللي بجري تلهو في دعته؟ والله ما نعرف بنيتي. انا تعلمت كليبتين هاك العام ومشوا على الارواح. ولا ما كنتش ناتش في المحفوظات. دعت نسيتش من الدوا توا. اش تحب؟ كمل مع راجل توا بعد نحكي. اسال منظر وخي الحال حال الله. اليوم رانا واحد ولا اثنين في الشهر الجديد، كنت تقول المدام تعطيني السويردات. ورواش ما تكلمهاش انت بو جمعه؟ ريتني لهي بالشهري انا. والله خايف اسال منظر كان تبخسني، كنت تقول لها زاده تشري لي البيوش والراديو. وشويه نفك انت ياسر. هي. هي. عم بو جمعه. ها. تهنى، انا تنقل مامي على الشهريه نتاعك، على شرط. توعدني ما عادش تحط النغمه في فمك. وعن بعد تجيب فارح والراس فارح. قول علاش ما نلفش هتعت؟ حتى شيء عيف. دعت. شنو بابا؟ ياكلها كيما ناكل الحلوى الشاميه. باهي برا يا ابو جمعه برا، برا تو نتفاهم من بعد في الفلوس. هاي باهي. اسي المنذر، حتى نتاع الجرايد يحب مالها نتاعه زاد. كي فكيتش توا ما قلت لك تو بعد نتفاهموا يا ابو جمعه، برا. مسكين بابا، ما عندكش فلوس؟ خساره، ساعة الجمعة الأخرى كسرت شقاقتي، فيها 4125، صرفتهم لحيدة. ولا راني شتهم لك الرويق اللي تسير فيه منين تعلمته؟ باش تحب انت تو؟ حتى شيء، طلعت حضنتي ستريسي وما عندكش فلوس، اقعدوا في الكوبي بتاعكم وما نقولكمش على الحاجه باش تفرحكم الكل. تشاو. اي 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 يجروني. وين ماشي انت؟ ماشي يا مامي. لوين ماشي يا مامي؟ نقعد نشري في جرتكم انا بالواحد بالواحد. برا سكرتاتك فيسع خواتك يستناو فيك في الكهرباء. استنى شوية برك ما حاجتي مامي، عنا موضوع مهم. يا غلطتك لوين ماشي تلها مامي؟ ماك تعرفها ما تحبش شكون يقيمها. واش بلي نكلمو يقوم يكش ما تحبوش تسمعوني. بالعربي نحب نتسالف من عند مامي فلوس باش نشيلها كادو في عيد ميلاد نتاعها. ما عاد حد يعمل عيد ميلادات في الدار هادي ويزم العسول نتاعك لنكركك من القطايع. ما فماش حوار بالكل في الدار هادي. اما نهار السبت مامي باش تعمل عيد ميلادها كيما كانت قبل. انا اللي اقترحت عليها وهي قالت لي بيه. ما خاصتها كان عيد ميلادها هي مش قدامي فيزا. شنو هي الخوذه هادي؟ صباح الخير حسن. صباح الخير ثريا. عندك شي قلم شفه رازه؟ توا وقته ثريا. لا عندي لا غوز لا بول. الحمير بطلته. عليه اللطف. تقدم به حتى الراجلك الاخر. حتى انت منطفت التا ما عندكش باش تشري حميرة. انتي كلفية يلزمو حكة بالفلفل الحار. ما عادش تدخل في داري الكبار. ماما بربي بربي برص عزيز خليني نمشي لمامي. دقيقة وانا خلت عليه. نخاف لا تندم على عيد ميلاد نتاعها. بيه يمشي هاني استنى فيك. عايش ماما. انت هالحداد لو داي فيني تحبش حسن نعمل لك روبا شيكة وخلص في عقلك. الموديلات نتاعك ثريا ياسر سوفيستيكي عليا. الشيك لبسوه نتوما. تفضل. صباح الخير. صباح الخير. استنى شوية خليني نشوف وجهي في المراية. في عقلك؟ مو بالطريق ولا ما عندك صبر؟ وقتاش باش تصلحوا السالدو بان الاخرى اللي قريب باش تطيح؟ صلحها انت واستعملها وحدك. تعاش نصلح لكم انا. صلحها لي انا؟ باش تصلحها لامك مولات الدار اللي قالت لك المصروف ياسر. ما عادش عليا بكي لا تولي وحده ويلزمني نتعدى نتلهى بالطفل ياسين قبل ما يمشي للمكتب. شقي في روحك زين حتى حد ما كلفك باش تتلهى بيه ياسين. قلوبنا ما همش كيف كيف. الطفل ولد اختي وبو ما ينجموش وحده. على عينين الناس مش معقول تقعد داخله خارج على دار الراجل. دار عبد المقصود قداش قلوبكم ميته ومخاخكم مليانه بلي بريجوجي. سيدي خويا هاو باش نمشي نحك سنية على مراية التواليت. احسن ما تعمل.
أدخل. صباح الخير نار. نار زين. لتو ما بدلتش حوايجك؟ لتو. وانت لاباس؟ لاباس. مرتك ويني؟ خرجت. وش بها ما جاتش قاست لي طونسيون؟ ما عرفش عليها. يظهر لي خرجت مزروبة على خاطر الأولاد الصباح عملوا شنيش. هاي سمعت خنارهم. ما لقيت ما نهز في روحي حبيت نقوم لهم. وشنو أحوال النازلة؟ هنا يظهر لي ما عندك شيء. وقتها باش ترجع للخدمة. شوفك الخدمة عاد. هذاك اللي كتب لك البي دي جي اللي خدم فيك وعرفوا مال البنكة الكل محبيبي. أنا والله وليت حاشمة منهم. بربي يا نانا لا عاد تحشم منهم. على خاطر الناس هذوكم ما يحشموا من حد. بون تحب تقطف في الفرش ولا؟ منظر ما تبداش تبدا في الحكايه. انت راك عندك مده لا ليه لا بدارك لا باولادك لا بخدمتك. ياسر عليها مرت الحق تاع ربي. كاينك ماكش معاها في الدار. بون هاك دافع على حسنة. من وقتاش؟ انا قلبي عليك انت راهو. خاطر نسيه راهو يصبروا يصبروا وبعد يقولوا فيها هو. نسمع فيها الصباح تصيح وتغرف. ماك تعرفها ديما تسيح وتغرف. كل واحد وتربيته. ليه سامحني عاد. المرأة أول ما جيت هوني كي نحسها ما نسمعوش. عليه نتموا المرأة بالباطل. نيلة صاحبة الحسنة الطبيبة. ديما توصي فيك على التنرفيز. دونك رد بالك تتنرفز لا يطلع لك الدم وترسي لك راخدة في الكلينيك كي الشهر اللي فات. أنت اللي طلع لي في الدم. أبون. باهي. سيرش. وجمع الجنان. أش بيه زادة؟ شي ما فيه يحب على شهريته برك. دق على عينه مش يضرب جمعة في بلاده الشهر اللي فات وجنينة حالها يسخف. أنا مش قوس هيلو جمعة. يلا عقيل احنا دار كبيرة يا راو. عيب نقصوا من شهرية الراس الزوالي على خاطر مشال الزردة متاعهم. دار كبيرة شقعد منها يا حسرة وقت اللي كان عندها عرفة وخنارها كان يجوا فيها أكبر شخصية تونس وفرنسا والشرق. بربي يا نانا لا عاد تحكي لي على المال. حكاية فارغة. عندك انت حكاية فارغة على خاطر نفضت يديك منه وما نجمتش تكمل اللي بديته انا وبوك. شوف اولادك لا عندهم لا خيال لا ذكاء. ما هو البركة ترجع لكم انتوما على خاطر الخيال والذكاء بركتوا عليه انت وبابا وما عديتوا الناش منه شوية. سلامة في عمر بنتك دعت كانت تعزف باجانيني. عجيب مش كل ما تراها شدت الكمانجة تعمتها تقوم تسيحة ولا بقيها. طلع كان الكلام والهدرة الفارغة. خليها شعبية تضرب لورق في العروسات خير. بو زينت زيدة. كلمني كلبة نحكي معاك. حاشيك ماما ساعتها راهي مراهقة. كي هي مراهقة باللي جاي في الطب. ندمت لي فكيت من ماريو والحايدر. هذه باش نمشيو نحوسوا بها ويشوفوني بها صحابي. سمحني خويا نسيت لي انت متعود تركب في الكراب المدخنين. هذه انا ندور بها في الدولاب. اما اطلع باش نركبك في قطعه توقف لك مخك. تفرج باش عمي تفرج. نجد امستك خويا امس زقيره بليت الخدمه ما كانش تكذب. وين فلوس البورتابلوات اللي تنطي فيها هيك اللي يمشي
عليه تهنت فيه هكا خويا ماجد، مانيش خوك انا. ليه يا خويا ماجد؟ ليش تنبي؟ ليه؟ ليه ماشي؟ برا امشي قلب وجهك برا. كنا الدودو نتاعنا وش نعملوا بيها احنا رجولي؟ قلت له بابا يشكي بك المعلمة. هكا نشكيو للمعلمة ببنية صغيرة؟ علاش تهز فيها انت الدودو نتاعك للروضة؟ وش يقول له قنانو؟ بابا وقتاش نمشي للمامي الاخرى نتاع الجار بحبها ياسر. ان شاء الله في السلاح جاي. انا مشي توا الجربة نتاعها فوق البطاح. هكا توا تعب تمشي الجربة؟ شوف عايش ولدي كمل فطورك خاطر انا عندي روتار في الخدمه يزيني نمشي طبعا. هاي اشرب عشان ديش اشرب. صباح الخير. صباح الخير. اهلا. الحمد لله اللي جيت. عندي خدمه اكيدة. كاني خرجت عندي ساعه توصل انت للرمضة. اما اليوم بالمجد استحقيت لك. عجب اليوم بركه سي با جونتي. قداش بنقعد نقلقوا فيه؟ كل يوم جيت تلهبيه. ما يقلقنيش، بحط شاي في بالك. يا سونا صباح الخير. وحشتك بابا. علاش ما جيتش حدايا في الويكاند؟ ما نحبش نجيب حذاك، خلي ماما تقول لي يزي ما نحس. يزي بلا كذب عاد. طونطون منظر يحبك برشا ساعة. نحب قاعد تحب تضحك برشا. وأنا ما نضحكش؟ لا. شنو الحالة هذي؟ قديش ليك ما رصدتش المعون؟ الخنافس عندهم باش يخرجوا. علاه الخنافس باش يخرج؟ هذاك المعون تاع امبارح تعدى البول تغسل وكا. في البارح عندك فيشه كدست المعون هذا كله؟ امبارح تيتا نرجس جد بحذينا. شكون هذي نرجس؟ ظهر فيها مقدية ياسر. تروح وتخلي الدنيا حايسة. ياسين نسيتش المركاكة نتاعك. بون ثرايا خلنا نمشي انا توا هزوا للروضة ما عادش بكري عليها. تحبش نتعجلوا العشية نروح بيها؟ لا ما تقلقش روحك. ياسين اقعد رايح رباك في كل كنونورس. بالك شي عندك برنامج ولا تحب تتفرهد؟ لا عندي برنامج نحب نتفرهد ثرايا. انا الانيفرسير نتاعها في الويكاند. شنو؟ انيفرسير نتاعها؟ درت فيها دعت وقالت لها احنا الكل ولينا مرضى في الدار. ثلاث سنين حزن على سلامة. يزي. يلزمنا نعيشوا كيف الناس الكل. هي فكرة مش دونية. اما عندكم غادي جو في الدار يا لطيف. سلمها مسكينة عاملينها سبلة. مالا باش تجيب حدانا في الويكاند؟ ما نعرفش. ياسين حابنا ندفع بحد امي في جر. رد بالك تعمل هالعملة محسن. الناس الكل باش نتلموا. مناسبة عائلية هذي. بعمرها ما حسبوني من العائلة. امك انا ما نروقلهاش. اش محذرني؟ ما تبالغش. بالغة؟ امك في مخها اللي انا سبب نتاع المصيبة نتاعكم. ما يزينيش خسرت مرتي. زيد للا تقشقش في حناك علي. انسى داري نانا. ما عندكش الحق تقول اللي انت ماكش منا. انا واحدة من الناس يوجعني الشيء هذا. خليني نمشي توا. بابا شلون باش نشلو في الولاد مامي؟ عاش ودي اقعد عاقل ما تهرجش تبدا سمعت؟ هاني مشيت توا. ياسين كمل فطورك بابا هاني جاي. أنا إش قلت؟ ما قلت شيء. شنو ما قلت شيء؟
مش وعدتني باش تكلم المنجي وعبد الله والتيجاني ومالي البنكة؟ تي بابا يرحمه عامل عليهم برشا مزايا. ما وفيتش المزايا متاع بوكا. تحمد ربي اللي ما تردوكش. بنكة راهي مش صالون تاع مدام دو بومبادور. ما حطوك مدير قروض. يا اخي انت فعود تخدم تلهي تضحك مع البنيات كي 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 ها ها ها. نحب نعرف شكون هاللي يعملك في التقارير. نعرف كل شيء. ما تنسيش اللي انت ولدي ونعرفك. عمرك ما كان عندك فكرة عالية علي. ما عطيتنيش الفرصة باش نغزلك بعين أخرى. علاش تكبر في الحكاية وهي صغيرة؟ الناس الكل تتعامل بالمعارف. الدنيا ماشية هكا. كيف سعدة هالدنيا اللي ماشية هكا؟ قداش عطاوك من سيرفيس يكون ماشي كي المونجيلا؟ تدخلوا أنت بعض يولي منجي يجيبك بحذاه ما ياخذ خاطر فيا. أنا والله حاجبة منه ما عادش عندي وجه باش نقابلوا بيه. في عمرهم ما عطاوني مسؤولية في المستوى. زيد حسب روحك معاه وقل للمونجي يسميني دي جي في البنك. تي البقعة فرغت وانت عمره ما يقول لك لا. ولا تعرفش كيفاش؟ بدلني من البنك يا جملة وحطني في بلاصة أخرى. انت عندك برشا معارف. ما عادش عندنا معارف. وا الجيل متاع بوه وحبابه يا ماتوا يا ما همشوا يا سقيهم عاش في الركاب. وكيف يجي منه هو المنظر ولد حمزة عبد المقصود كله مازال يستنى في يومه باش يدبر له خدمة. لا عقيلة لا حيت لي ياسر راه. تكلم بشوية لا تسمع البون ولا الجوفرنور كما تقول انت. انا ما عادش نجم نعدي راه. توك وصلت 47 سنة وليت ما عادش نجم تعدي. ما هو الكل منكم وانتوما كل مرة في بلادي. وانا هاني في مكتب فرنسيس هاني في مكتب انجليز هاني بيات في باريس هاني نتعلم في الشنوة. عمري ما عملت حاجة وشديت فيها للاخر. محسوب اللي والديهم من بلاد بلاد كلهم طلعوا كيفك؟ باهي ها باش نهز شلاقاتي وملاقاتي والفرخ نتاعي ونخليها لك. لا عندك لا شلاقيت لا ملاقيت وهاك الباب قدامك ينظهر لك. هيا الحمد لله عليك عملت قلب وعزة نفس ان شاء الله يدوب. صباح الخير سي منظر. صباح الخير الا عقيل. مازال فكريت كان جيت بكري شوي راهو نوار في بلاصتو تو. الله غالب لا عقيل والله الولد اسمح لي اليوم بالسخانه وليت هزيتها القسم الاستعجال. اكا اختي حسنه في بالها وهي اللي قلبت عليه. ان شاء الله كحد الباس. اسمع اليوم باش تعمل دوره في بيت البنات وتجاردك عايش الفار نتاع حيده شي مفرط والغبره بصبع. ثريا قالت لي باش نبدل لها النصبه نتاع بيتها انا وبو جمع. ما فماش تبديل نصبه مش على كيفكم واعمل لي قتلك. لا عقيلة عايشك تفهموني مع بعضكم. اختي حسنة قالت لي بيت حيدر ما تمسيهاش على خاطر يحرب الدنيا وقالت لي زاد نهار لحد باش تخملها وحد. شنو ما فما حتى حد يحكموني خلافي انا اللي نخدم فيك وما تزعهاش راسك يا صالحة. الله يبارك. شد نفس رد نفس تتكيف انت؟ تتكيف اما مش صباقة شيش قالوا تفونا مزدر اللي قالك يحب يجني عليك كيف صدرك مفورب علاش جيني وجهك ازرق هبط حوايجك. شنو اللي عندك دكتور؟ ما عندك شي في المعدة كما قلت انت اما القبة متاع الوريك مسدودين. عجب صار شيش يتكيفون لعبة كورة. اللي قالك يكذب عليك لازمك تمشي للسبيطار ريانا. هاي تفضل. بارك الله فيك. ان شاء الله لاباس. عايش سيد مازال شي حد؟ كهف جاية هاي وانت بالنفل.
بتاع تفك علينا منهم ماجد. تفرج واسكت باش نعلمك الخدمه. عسلامة. تعرف علاش قلت لكم انا صاحبي؟ سهلة، ما نحبوش نعرف. اركب على الموتور نتاعك وامشي على روحك. خسارة، كنت باش نقول لكم حاجة عمركم الكل ما تنساوها. شاية مش هم هكا. بربي قولي لنا الحاجة اللي مش ننساوها. الحاجة نسيتها، ما هو نمر البورتابل نتاعي، كان تطلبني تنحكي لك عليها. ما تطلعش مهبول شوية؟ برشا مش شوية، البارح كنت في الرازي، اليوم راجع له على خاطر ريت. وصف عليك. تطلبني تنحكي لك على كل شيء. اطلع. سالو حسنة، مروحة؟ ما عندك جارد؟ نقعد نفطروا مع بعضنا هون. خليني نروح نيلة، مش هنعمل طلع لك الاولاد؟ ومتسقية الاخرى ربع ساعة قبل ما نرجع. والله متوحشت، اقعد ناخذ كلمة ونعطيه كلمة، ولا لازم تقعد على طاولة حميتك مقابلتها باش ما تبركيكش غايبة. ساعة هيك تجبد عليك يشهرق في فمها. لا نيلة لا نيلة، ثمش بما كيفها. اسمع اسمع حسنة، ثم ريستورون لبناني قال لك يهبل. إلا متى العزوزة باش تقعد تحكم فيك؟ في وقتنا الحاضر السيستم اللي يلزم هو نتاع حماتي، على الأقل الأولاد والوالدين يتلموا على الطاولة وياكلوا فرد وقت. هكا، هذايا موديل السعادة عندك. تعلم الحرية يا بنتي، وأنت كليت عمرك على طاولة حماتك. أعرف الدنيا وتلهاب الكارير نتاعك، راك باش تقعد من دون يخدموا في السبيطار هذا كالحمص في قاع الطنجرة. ونيلة نهار آخر عمل لي درس، توا خليني نروح. حسنة، في بالك باش يبدلوا الشيف سيرفيس؟ ما يهمنيش. عجب، مش قلت هذايا مش باهي معايا؟ فك عليا من هالهدرة، غدوة عندك وقت نعملو دورة، نحملش كادو لحماتي. اش تعمل بيه الكادو لعقيلة؟ في الويكاند هذا عيد ميلادها. ما عادش حزينة على بنتها؟ يا لطيف، تقصت وخليت الطفل يتكركب. ربي قولي، اش ملعينة حماتك مرا دارت الدنيا شليلة ومليلة؟ دعت هي اللي طلعت بيها هالطلعة، يمكن فيها خير. هذا ثالث سنين ودار لطف كيني جبينا. هاي خلينا نمشي توا. على كيفك توا جيت حسبها، تعرف بلاصتي هذيك هي. هاي انا نستنى فيك. ماكينه طياره حد شريها؟ انا ننشدوا برا. هي الفازة اللي عملتها لبناتك بيني والحكايه اللي باش تقولها لها، وبعد الطفله قلت لها باش ندخل على خاطرك المنوبه واعطيتها نمبر البورتابل. هذيك براتيك نتاع خدمه. اولا البنات هذوكم لاباس عليهم، ثانيا كان طلبوني قالوا لي شنو هي الحاجه حبيت تحكيها لنا، قول لهم مثلا انا حتى فروج ما يوقفني في الدنيا، اما شوفكم الحلوين وقفوني. اما يقولوا لي مامستك وما بلدك، ولا يقولوا لي مثلا محلاها الفازه وتعجبهم وليوا اصحابهم بيع لهم برشا قرب بورتابلوات مناقل. جربتها وخدت في قبل، وانت تنجم تدخل راهو في البزنس. انا توا واحد في القرايه، والسنين عندي باك، وحتى كان سلكتها ونجحت. تنجم تقرا وتخدم تخديم مخ. كيفاش تنجم تعمل تجاره وبلا اوراق وباتين؟ انا باتين يا حيد، كيما قلت لك براتيك وخدمه. لازم تعمل على روحك باش تولي راجل، ما تعملش على ابوك. انا حتى اللي سي بطلت. بابا هرب على امي لفرنسا وخذا امراه اخرى. وامي مرضت ما عادش تنجم تخدم، وليت انا نخدم عليها. كيفاش تعمل التجارة وعمرك 26 سنة؟ الامريكان يبداو البزنس هما صغار، فهمت؟ مش قلت لي مماتك عندها المقصر نتاعها، تحب نعطيك فلوس تجيلها كادو؟ تفدلك، ومنين باش نخلص؟ خلصني كي تولي انت زادة تخدم، عندي برشا حاجات تهدي، مناقل بورتابلوات، خواتم مكياج دولوكس، شرك، خذ حاجة هزها لمماتك. لا يا خوي، كان داخل حاجة للدار لما يحلوا لي بحث. هاي برا ماشي، ما عادش علي بكري، يلزمني نروح. استنى اللي يحب يتعلم البزنس لازم يعدي برشا وقت لبرا، وما يخافش من دارهم. كمل. Thank you.
امشي. شنو هي؟ تخدم في مخك؟ كما كبير. يحبوا يلزوني للي ما نحبش نوصل. ما فهمتش مليح استاذ، فما ثلاثه انواع من التاريخ. احنا بنوع واحد من التاريخ ونتعوجوا في الباك، خلي ولاو ثلاثه. الاستاذ ما قالش فما ثلاثه انواع من التاريخ، قال يقول فما ثلاثه قراءات ولا مقاربات. وين الحركه الكماليه؟ وينها من حركات الفاشيه في ايطاليا والمانيا؟ مقاربه هذه سي كريم ما فماش جمله في البروجرام. انت كما جاش مخك في السر اكاديمي راك فهمت شنو معناها. انا كي كريم قال لي عندي زملائي نحبوا نفهموا شويه التاريخ، ما في باليش اللي تحبوا ارجع لكم دروس القسم. انا رايي تتعلموا تفكروا باش كي يجيكم تحل النص تبدا عندكم رؤيه للتاريخ وبعض الادوات اللي تصلح لكم للتحليل والتعبير. وماذا بيا تحترموا ايناس اذا كان ولاد تفهم التاريخ يسالش كي تبع ستار اكاديمي. المرأة والرجل وجهان لعملة واحدة. إذا ما احترمش الرجل المرأة معناها ما احترمش نفسه. شوية تكملة هذي، هاكا الأستاذ من أنصار المرأة. الله يهديك يا إيناس، ما فهمتنيش. قلت لك أنت وياه وجهان لعملة واحدة. أنا عملة بزوز وجوه مع سيستم كي من هذي. مش نوقف الدرس. بربي بربي عليه هاك. فرصة باش نفهموا شوية تاريخ، ندبروا بيروسنا في البنك تجي تحرموا علينا. سيريال. علم التاريخ ما توضعش بس سيادتك تدبر به راسك في الباك. يظهر لي قاعد نضرب في الرباب عند ذيل الجمل. سامحني استاذ، نقصد لي التاريخ حاجه ضروريه باش الواحد ينجح في الباك. باقي ما فهمتنيش. اتبدلت العباره والمعنى الغلط قعد. انسى البكالور وانسى الاجازه والدكتوراه. المعرفه تطلب لذاتها بصرف النظر على الفائده المباشره اللي تربحها منها. راجلك وولادك والناس الكل لاباس؟ لاباس عليهم. انت شعار؟ مش تحبني نعمل؟ نعمل القهوة، نقرا شوية، نكتب شوية، وساعات نسقي المحابس بالباركور. كان عطا ربي، راهو سي جمال ولدك حداك. جمال لهيبة ولاده، وجات خبزته لبرا ربي يعينه ويهني. وشنو أنا لازم عليا باش نعيش عندك ولا عنده؟ أكثر فيه الحمد لله لاباس عليا. حر في حياتي وفي عقلي وما نلقاش الوقت الكافي باش نعمل اللي نحب نعمله الكل. اشتر من الدنيا انا. خلت عليا بقعة كان امك الله يرحمها. على خالد. صح عليك. قداش عندك شعور بالرضا؟ علاش ما تحبنيش نشعر بالرضا؟ يظهر لي نجحت في تربيتكم. انت طبيبة واخوك مهندس تبارك الله عليكم وانا قاعد نثقف. البارح ساهر في التياتر ولو انه المسرحية ما رقتليش بكل. اما على كل حال نمشي للمسرح. وشكونهم هكا الاولاد والطفله اللي كانوا حداك؟ هذوكم التلامذه يحضروا في البكالوريا يحبوا يفهموا التاريخ. يا غلبه، تعطي في دروس خصوصيه؟ ماهيش دروس خصوصيه. وزو السورد انت تقاعد استاذ تعليم ثانوي مكفيني وساكن بلاش البورتمان بتاعك. هذوكم التلامذه قاعد نعاون فيه. عندي حنين للتدريس على خالد. التعليم دوده. الدخان نحيته ماكله والتدريس ما يجيبش نحيه. بس ابك تقريري هيك اللي عندي في الدار. تحيدر في الباك وهو حاله. حتى سوسن تحب العينة. علاش ما تبعثهمليش؟ مقربة صفرة. مش مقربة صفرة. قول للسيدة السفيرة تحب الناس الكل. تدخل بالوقت وتخرج بالوقت. شعلينا. هاي هيد هيد تنقيس لك التونسيون. كيفك علي بلا كيسات؟ دمي مريقل. بابا حطك ناحية الفيستا خلي نقيس لك التونسيون.
عندي تاي سخون في الكوجينه، تحب نصب لك كاسه؟ ما تصبليش وهيت ذراعك. حمته الزاير ما تتحيرش عليه، انا الحمد لله لبس عليه قلتك كي انت بروحك وجهك اصفر، انا لباس كي تبدا انت لباس. تعرف ما صاب نهار نهرب منهم الكل نجيب بيت حداك، ولا ما صابك انت تبيت بحذايا ليلى؟ قديش عندك ما ضفتش حذانا؟ علاش تحبني نضيف عند العقيل؟ اوه يا اخي انت جاي للعقيله ولا ليين؟ ولازم باش تقعدني في الصالون ولا في المكتب وتبدا تعاود وتكرر في حياتها واللي راته، ومن بعد تولي تعاند وتتعلم وتناقش في اللي تعرفه ما تعرفوش، وساعات تخرج لك بخرجه الله يعلم شنو. ساعه هي تقدرك برشا وديما تنشد عليك. نهار سبت هذا عيد ميلادها يلزمك تجي. شنو رجعت وتجدوا لها في المتفرحات السنويه بمناسبه ميلادها نهار اللي حفروا البحر؟ دي عيب عليكم، راكم قاعدين تشجعوا فيها على الهبال. هي مناسبه، خلي الجنيه تنقص على الدار. لازمك تجي على خاطري. يعمل الله. بون انت لاباس عليك، ما تحبليش نقيس لك التونسيون، تقري في ولاد الناس الليه الامور ماشيه. انا زمني نمشي عندي غارد، تو نهيرين اخرين نجيب المراه اللي تنظف ونعملوا دوره في الدار. بربي بابا عمر تليفونك وحطه في الشارج، خاطر تو كي بيه كي بلاش. تهنى في امان الله، ما تقلقش من جهتي، نجم ندبر راسي في كل شيء. بوس الولاد وسلم على المنظر. والعقيله ما تسلمش عليها؟ شنو تو مش تعملي مشكله مع العقيله؟ يلا سلم عليها وكان تحب بوسه. لا عاد بوس ياسر عليها. اهلا اهلا، مرحبا يا وهيبه، الحمد لله عليك تفكرتني وجيتني. منجي راجلك ومسيس يجيني في العيد، السنين فماش رايحته ما نسمع صوته، كان في التليفون كي نحب نسال على الطفل المنظر. لينا محسوب وقتاش راه اجتماع من هوني، مجلس اداره من غادي، هاو في البلاد هذه هاو في البلاد الاخرى، المضيفات نتاع الطيارات يشوفوها اكثر مني. تقليش ما زدت تغير عليه، لا عاد عيب. لميمه لا نغير عليه لا غير عليا. عشقته جاته في البانكا وهو قطع الماكله وعنده السكر وخلط الدم، يا نهار تلقاه مكبوب على دوسي. اوه اللطف تاع ما خيف فالك. ربي الشيف من الدنيا، ولينا شفت معاه كان جري وركيف، ما صابني خذيت خدام حسن نتلمو حتى على فريم شكشوكه ولا محمصه. يزيني عايشك، تو انت من النوع اللي بتشمر على ذرعانك تقوم طيب الشكشوكة ولا المحمصة؟ تحمد ربي على عطاك. ولد في ولدك شنو حواله؟ مازال عنده كسانية والبروجي متاع التومات سوغيز؟ وانت علاش تنشد عليه لطفي؟ ماك ما حبيتش تاخذه، مازال فيها كسانية اللي عرضها في حشتين، قالك فيه البركة ومرة يزرع طماطم ومرة النوار. تفضل تتا كل قاتو فيها. اوه بنيتي هذا الكل يسر عليا، تينا زاد ماني مخبوبة بالسكر. يا عاد واه سمي بسم الله وكول، من بعد مشي يجري انت ولدك وكنتك تو يتحرق السكر. وانت يا دعت ما سمعتش هالسوايد؟ ما نتكلم كي تقولي مامي. الشه الشه على هالبنوتة قديش متربية. قولي ميما انت خديت السيزيام؟ ايه تتا وين عايشة؟ السيزيام نحاها عندها قديش؟ هكا الناس تجاوب. هيا برا قول الاخرين يجيو يسلموا على تاتا وهيبة. حاضر مامي، وكم يحبوش يهبطوا اش نعمل؟ هكا يا ليتك لا قلت متربية، هيا بدل وجهك من هون. حتى حد ما يعطيني الاوامر الا مامي. ربي يعطيها الوقت الطيب. وانتي ثريا ما تقوليش وقتاش نفرحوا بيك ان شاء الله؟ مازلت مانيش مخمه في العرس. هي الخدمة ستيليست موديليست تخيط العرايس، أما مازال تسمقاتش الموديل متاعها. ربي يجيب المليح. عايشك بالله يا وهيبة، اليوم عديت نهار كامل ونطلب في المنجي، السكرتير تقول لي مش في البيرو،
والبختار نتاعو مسكر. كان شفته في الليل قلو يكلمني. فين ريتو؟ عطوا نقولو هالنهارين مشخشب ومخو ماهوش عليه. قالك ما نحبكش انتي خرج عليا انت يا نار على وخايتي عاشين نمر التليفون نتاعي وتنوريك فيه يا جنبو سختيج نار سي بعد من المقطع هذي تعشى مع صحابك توا باش نصب الهدره المامي يا لطيف طلعت الحكايه مش خطيره بالكل علي تنشد عليه بابا خرج توا يلزمك تروح مكلمش والله انت الفن ومكلم ماما في السبيطار نحبها على راسك هاني مستنى يا حسرة عليك سعينا مامي قلت لي انا زينة اكثر منك ادخل جيش يخوك عمل تليفون وقال جاي في ثنايا بربي يا مامي عمل روحك ما في بالك خاطر قلت له معلمت حد بلي كيفاش نعمل روحي ما علميش انا ما نحبش السايبه في الدار هذه الطفل مساس معدل كي المونجيلا اليوم ظهر له يتعشى مع صاحبه شكون هذا صاحبه ريته معاه مره قدام الدار مش خايب الطفل ما قلتلك شو وصفه لي انا خايب ولا باهي شكون هو شنو مستواه شنو اخلاقه تيزي مامي قديش تعقد فيها الحكايه لما طفل وكا كاسكيت وجينك لاولاد الكل بربي لا تعاركوا حايدر ما تقولش ماما بابا يزينا من مشاكل تي الصباح تعاركت انا وياها على المريول اللي هديتولي في راس العام اليوم جيت بحذايا وهيبه مرت المنجي تشرب كاستي ما لقيت حد بحذايا كانت ورايا وبدعت ترمز وانت وين حتى من بوك هز عليا خشمه خرج من العشية ما عاش عليه وين مشى ماما بابا قدي عندهم كل واحد في شيرة ايش نعمل لهم انا خيطهم بالبرا رضيتهم قد شمارة هما هكا يسري سمحك لماست بابا تيك المرة يقولها باقي مطبسة على الخيشة وصيبعة مكرنفين من غسيل المعود علاش جايبين بون وشارين ماكينة والله ساعات نقول عنده الحق قدش من مرة قلت لها يا حسنة بنيتي قد روحك شوية تشني هي الحالة هذه قدش باش تقعد لابسك السروال المحنون والمريول فهمتش علاش انا تعبت روحها في القراية باش تقعد مهنت لها كيكا والخلاص ما يجي في شعرها كان كي تجي خارجه الخدمه ليه مش حلول حق مامي عايشك شكون قاعد يقد في الدار هذه كان بابا ليه برويحته من اللي ماتت تتا سليمه الكل خايفين منك لا يقدوا لا يفرحوا لا يضحكوا الحمد لله قبلت باش نعملوا لانيفرسير فمش ما تتنحى الجينيا عملوا لي في بالكم هاني نتبع فيكم سليمه شكون مازال يتفكرها الو اهلا سي المنجي كيفنك انت وينك اليوم وهي بجت بحذايا
ليه؟ المنظر مش هوني، خرج من العشية. كلمتوش على البورتابل نتاعو؟ مسكرة. بيه كان روح بكري وانا فايقة ونقول يكلمك. في لماء. شنو الحكاية؟ شفاهمة مامي؟ سمعنا الخير. قال لي حاجة تخص الخدمة ما تستناش. انا كنت باش نكلم على الطرقة اللي حب عليها سيبوك. ما ظهر لي الراجل ماهوش الضحكية كيما هذي. بابا فما ولاد في الروضة قال لي فما ديناصورات في حديقة الحيوانات نتاع فرنسا. ما فماش ديناصورات في فرنسا، ارقد على الشهود دي ما عادش بكري. قداش كذاب الولاد، قال لي وشافوا مع البابا نتاعو. ماهوش كذاب، يستخيلوا برا. بابا يلزم الخدمة مصح لي شعري. باهي يعني جيتك. ربي يهديك في الصنعة هذي. تاتا ثريا كانت ديما تمصح لي شعري وقالت لي ماما تعملي هكا. الديناصورات مشاو عندهم الف سنين. بابا غني باش نرقد. نعرف الغني انا. دو دو بيبي دو. سالي حسنة. ليلى اش تعمل ولدي؟ وينك صافا؟ سعاد رجلها مسافر، عملت لنا قاعدة متاع نساء. وانا مروحة متعدي قدام السبيطار قلت نمشي نعمل طلع على حسنة. عليها القلق هاو شويه قدو باش تحلي. فيك الخير ولا ما قصدت؟ شبك بك شريق ده ساعة تظهر الدنيا رايدة في الاستعجالي. تعرف قبيلة جدنا واحدة يستغيك تخف حسنة قلب بشو قد يوجك على كل مريض يجيك عصابك تتهتك. مرا في عمري وتخطف لي فيش بيها. خايفة لأن نهستر زيدا. واه باش تولي تهلوسة؟ لا انت لازمك راحة برا. خذ كونجي يا بنتي. ناخذ كونجي ومش نعديه في كابخي ولا في مايورك. مبحثة لنا السفيرة ولدها وحفظها. حمد ربي حسن ما صابني كيفك. الفلوس عندك بوك خليلك الرزق نجم ما تخدمش جملة لا ولاد لا تلاد لا راجل يحن فيك. اش تعمل بيهم الفلوس والاملاك؟ تسخيل عايشة انت الرياقات والخلاعات واللي كونغري. كي لقيت راجل دافي ولد ناس راني عرست تلقانيش حداكم. هاو اللي عندي انا ياسر دافي وياسر ولد ناس نسلم لك فيه من غير عبود. خزق على حناكك. قوم صب لي قهوة. قوم رفقت سيدي جمعة السريخ ما تفيق لهمش. وين قاعد تعس علي؟ شنو الحكاية؟ مامي اش تعمل بالباكيتة انت عزيزي؟ باش نكسر هيرك على ظهرك يعني ما تحشمش. هذا اللي تقول ولد مامي تخرج من غير ما نعلم. شفت الشوشو نتاعك شو يعمل؟ كان اهلك هاخذوها في الدوار منك انت يا هم لتوا. في برا مرقد انت شو مدخلك؟ الدار هذه ما عنديش اولاد تروح بعد نص الليل سمعتني؟ شنو الكمين اللي نصبينهولي؟ مامي رايد روحك انا توا وليت راجل. دق على عينك راجل يا الحق راجل وعليك الكلام. الا تو حتى انت تعلمت العنف مامي. اخي ما ترقدوش كيف الناس ما العباب الخارجين لي. هنا عبيتها هنا والله لما نمسك من دم شويه مامي لا تحفى تروش. سايب عليا الصفيه انت لم بيت البرة البو في رياقات وانا هوني القاسيه. هذه عائله هذه عائله الهينا. ما
شكون اللي باش يسميونا شيف دو سيرفيس كي بقعد 5 سنين ديالي؟ قد ما حبيت باش نعرف من جماعة الوزارة شن مسكرين اللعب. وانت شبيك مخسورة؟ وتو يجي وتراه الكلهم كي بعضهم. هكا انت تكتب وتبحث وتحضر في المؤتمرات، علاه ما ترشحتش؟ يمكن ياسر يسميوك. وانت ترضى بيا كان يسميوني؟ ما ثماش ما اشهم منك انت، خيرك تقعد صاحبتي، خير بدي تولي عرفتي. ومان حاسدنا. ألو أي المرضى بداو يدوزو ليان لي. صحة ليك باش تروح ترتاح. ما عليها كان نومكم تدبر عليكم. نحي القاعد نتاع الليل يا خفا باش طبا يخدموا بالنهار. أوه على ماما مسكينة هكا جات خدمتها اش تعمل؟ شبيك ما تلوم كان عليها يا أخي؟ يسيب عليا الصفية. على شكون تحبني نلوم؟ على بوكا؟ هذاك تفتوا بك العام مع سلامة. لطف على بابا ما خيط فيلك بشوية. ما عادش الواحد يرتاح في الدار هذي. شنو هي الخوضة؟ ما فما شي برا ارقد. انتو ما تخليوه شكون يرقد؟ اضرب تليفون لخوك وقوله يروح. اضرب له انت تليفون، انا ما نحكمش فيه. كي تجي تشوف صحة لي عامل مغنيني وهذاك اش يلزم؟ رجع البورتابل. منين جاك البورتابل هذا؟ اعطيني البورتابل. قل لي منين البورتابل وتو نعطيه لك. اوكي تحب القوه هات البورتابل. تكون شي سرقته ولا شريته؟ ومنين جاوك الفلوس وتشري بورتابل بمليون؟ كلكم وليتوا تضحكوا مالي. طول باش نعطيه لماما ما عادش باش تراه. هات البورتابل. كسرت البورتابل. شبيه عظمة بشي تكسر ترى نشوف شبيه تشوف